الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوا نشر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأت الفتاة العزباء أن النمل على شعرها في المنام علامة على المشاكل في حياة هذه الفتاة، والله أعلم. حلم النمل على الشعر في المنام علامة على مشكلة كبيرة يقع فيها صاحب الرؤية في عمله هذه الأيام، والله أعلم. رؤية الشخص أن النمل منتشر على شعره في المنام علامة أن هذا الشخص يعتز بنفسه للغاية بشكل كبير، والله أعلم. رؤية النمل في الشعر في المنام علامة على كثرة التوتر والقلق في حياة صاحب الرؤية، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أن النمل يخرج من فمه علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤية بشكل كبير. حلم وجود النمل داخل الفم في المنام علامة على حزن شديد يعاني منه صاحب الرؤية هذه الأيام. من يرى في المنام أن النمل كان داخل الفم إشارة على معصية يقوم بها صاحب الرؤية وعليه التوقف والتوبة لله عز وجل، والله أعلم. رؤية الشخص السعيد المتيسر ماديا أن النمل يخرج من فمه علامة أنه سينال الشهادة عند الموت، والله أعلم. من يرى في المنام أن النمل يمشي على جسده علامة على إصابته بمرض شديد، والله أعلم. رؤية الشخص أن هناك نمل على جسده بالكامل علامة على الحسد الشديد والمشاكل التي يقع فيها صاحب الرؤية بسبب ذلك الأمر. كما تدل رؤية النمل على الجسم في المنام إشارة على وجود أشخاص يتحدثون عن صاحب الرؤية بالسوء للغاية، فعليه الحذر، والله أعلم. حلم الشخص أن النمل يمشي على جسمه في المنام علامة على مرض هذا الشخص وعلامة على وفاته. يعني اللي يشوف النمل بيمشي على جسمه كان مريض يبقى هيموت الأيام دي، والله أعلم. رؤية مستعمرة النمل في المنام علامة على مفاجأة سعيدة في حدث سعيد في حياة صاحب الرؤية هذه الأيام، والله أعلم. رؤية مستعمرة النمل في المنام علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام بشكل كبير. من يرى في حلمه مستعمرة النمل وكان النمل مصفوف طابور علامة على القرارات السليمة التي اتخذها صاحب الرؤية تلك الأيام. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.